الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى أقدم لكم درس هام ومهم للحفاظ على الأثاث القديمة كالسرير والخزانات والستار والعديد بما فيها الزخارف المنقوشة بأليد، فهي تعتبر من الخدمات المعمارية، أي نقول تحف نادرة. إذن على بركة الله أدخل معكم في موضوع حلقتنا هذا الفيديو. مشاهدين، اليوم لدينا هذا الصداري، فهو نادر، ليس من الصداري الموجود بكثرة في بلادنا المغرب. إذن فهو تم عمله باليد واستعمال أدوات اليدوية كالسيزو والمطرقة الصغيرة مثلا، والعديد من الأدوات اللازمة اليدوية. إذن هذا الصداري الذي لدينا من أجمل وأروع الصداريات التي نعمل بها في منذ مثلا 25 أو 23 سنة أو 30 سنة. أخذ ورق الصنفرة، أي ورق فير، والقيام بحك جميع الأماكن التي أقوم بطلائها بالفيرني. إذا المشاهدين، كما ترون معي أقوم بعديد من الأعمال لكيفية اطلاء هذا الصداري. قبل الاطلاء أقوم بحك بورق فير الأماكن التي لها في الأماكن في الزخارف مثلا في هذه، ثم الحروف كذلك في عديد يعني واجهة الصداري كليا. لأن عمل الفيرني هو لا يتم بالفيرني فقط أو بمسح الغبار فقط، يتم بالحك كل شيء، لا بد من عبور ورق الصنفرة ثم نفض الغبار، بعدها نقوم بالحك، بعدها عفوا نقوم بالفيرني. إذا مشاهدين الأفاضل، في هذه الفترة وصلت إلى مرحلة مهمة وهي نفض الغبار. هذا الطرف من التوب هو توب رطب، لا يترك مثلا لا يترك البقايا كالخيط الرقيق، لا، فهو توب رطب، يجب اختيار توب رطب ومسح الغبار على واجهة هذا الصداري، ثم بعدها أقوم بالاطلاء. قبل الاطلاء دائما أقول نفض ومسح الغبار، فجميع الزخارف يجب مسحها بهذا الطرف من التوب، هذا لحماية، هذا لاطلاع اطلاعنا بالفيرني جيد. وفي هذه النقطة من الوصول أترككم مع موسيقى هادئة حتى أصل إلى الاطلاع.
مشاهدين الأفاضل، عدنا إليكم بعد اجتياز عدة مراحل في الحق بورق الصنفرة رقم 220، والآن الاطلاع بالفيرني، الفيرني الشفاف اللامع صفر، هذا الفيرني عديم اللون، يعني نقول صفر. هذا للحفاظ على لون السداري القديم. إذا عرضنا مثلا تغيير اللون، نقوم بتغيير اللون مثلا باللون الفيرني الداكن كالبني مثلا، أو البني الغامق جدا المائل إلى الأسود. ففي هذا السداري قمنا باختيار هذا الفيرني من أحسن الفيرني، فهو فيرني الصفر. إذا لعمل فيرني أقوم بعدة مراحل في هذا الاطلاع، التركيز على هذه الحروف والزخارف، ثم هذا من النقش اليدوي، وجميع وجهات الخشب يجب اطلاؤها، هذا لحفاظ على طبيعة الخشب وعلى الحفاظ على ضياع الخشب مثلا مع المدة نفقد الخشب ويتعرض للتسوس. للحفاظ عليه دائما يجب اطلاؤه بالفيرني، وجميع الواجهات الخشب وجميع الحروف والنقش اليدوي يجب اطلاؤها بالفيرني اللامع. إذا بعد الطبقة الأولى بالفيرني الصفر يعني الفيرني اللامع، أقوم بنفض الغبار، يعني غبار مثلا الشارع مثلا أو غبار الجو، أقوم بنفضه بهذا الطرف من الكتان أو التوب. ثم بعدها أقوم بالطلاء بالطبقة الثانية، في الطبقة الأولى قمت بإشباع الخشب، وفي هذه الطبقة الثانية أقوم بلمعان الخشب ولمعان هذا السداري. حسب ما ترون معي، من أجمل وأروع رجلين هذا السداري مثلا، وخاصة واجهات السداري كليا. للاطلاع دائما أقوم مثل الرسم، أقوم باتباع هذا الفرشاة من الصباغة، أقوم باتباع هذا المنكوش باليد، أقوم باتباعه وإشباعه بالفيرني.
إذا المشاهدين الأفاضل، كل هذا ما كان لدينا لكم في هذا الحلقة من هذا الفيديو. أشكركم على حسن تتبعكم معي وإصغاؤكم، وأرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. فدرسنا في هذا الفيديو إن شاء الله مهم جدا، فهو ليس لا أقدم لكم البيرني، فدروس لكيفية الصباغة بالبيرني مثلا أو الصباغات قدمتها في الفيديوهات السابقة. فأنا كل ما لدي أن أقدمه لكم في هذا الفيديو فهو هذه الزخارف منقوشة باليد، فهي من التحف النادرة جدا. العاملون مثل هذه الأعمال مفقودون جدا في بلادنا المغرب، إلا في بلاد الجنوب. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله تعالى. وتابعونا في الفيديوهات القادمة، أن أقدم لكم أحسن فيديوهات إن شاء الله تعالى. إن كنت أول مرة تشاهد معنا في هذا الفيديو فلا تنسونا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعاتكم لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى.